الله عليكم. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم الاستمرار على سنة ثم تركها بعد ذلك؟ هل يعتبر الإنسان آثما به؟ وهل يجب عليه الاستمرار في سنة إذا بدأها كصيام الاثنين والخميس وقيام الليل وصلاة 4 قبل العصر ونحو ذلك؟ السنة بمعنى المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فلا حرج في ترك السنة ولو كان قد داوم على فعلها، لا حرج عليه في تركها لأنها ليست واجبة، وكونه يستمر عليها هذا أفضل وأحسن على ما اعتاده من الخير، أحسن لئلا يتكاسل ولئلا يتباطأ عن فعل الطاعة. فالسنن مستحبة يجوز فعلها ويجوز تركها، والمداومة عليها أحسن إذا اعتقد أنها مستحبة ولم يعتقد أنها واجبة. نعم.